الرئيس السيسي يشدد على ضرورة حسن إدارة أصول ومال الوقف ويوجه بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة وإشادة بمخرجات مؤتمر المناخ. واشنطن تقر تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وبريطانيا تتوقع نفاد مخزون روسيا من الطائرات المسيرة قريبا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف. وخلال اجتماع آخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم المهم في نشر الخطاب الديني المستنير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وسيد محمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف لشؤون هيئة الأوقاف. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها. وقد شدد السيد الرئيس على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صوناً للوقف. كما وجه السيد الرئيس بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتداولة حالياً في القضاء. وقد عرض الدكتور محمد مختار جمعة تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي بلغت في العام المالي 2021-2022 حوالي 2,035,000,000 جنيه بزيادة قدرها 216 مليون جنيه عن العام المالي 2020-2021، في حين حققت هيئة الأوقاف الربع الأول من العام المالي الحالي نسبة زيادة في الإيرادات قدرها حوالي 22% عن نفس الفترة من العام المالي السابق. كما عرض الموقف الخاص بالأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وما تم تنفيذه منها. كما عرض السيد محمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف خطط هيئة الأوقاف الاستثمارية والرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من أعيان وأصول الوقف. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً قيام السيد وزير الأوقاف بعرض جهود الوزارة في مجال البر ومشروع صكوك الأضاحي والإطعام، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس لكل مؤسسات الدولة بتكثيف برامجها للحماية الاجتماعية، موضحاً أن مشروع الصكوك يحظى بثقة المواطنين وبتطور عاماً بعد عام، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله من صكوك هذا العام حوالي 218 مليون جنيه، وذلك بزيادة تقدر بنحو 75 مليون جنيه وبنسبة زيادة حوالي 53% عن العام الماضي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الأوقاف لتعزيز العمل الدعوي المجتمعي وتدريب الأئمة. وقد وجه السيد الرئيس بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم الهام في نشر الخطاب الديني المستنير الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف وملء أي فراغ دعوي كان قائماً من قبل. وقد عرض الدكتور مختار جمعة خطة وزارة الأوقاف للدورات التأهيلية القائمة والمستقبلية للأئمة إلى جانب الدورات التأهيلية المتقدمة رفيعة المستوى التي ستخصص لنخبة مختارة من أكثر الأئمة تميزاً،
فضلاً عن تطوير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وأهم الدورات التي قدمتها الأكاديمية للأئمة والواعظات من داخل مصر ومختلف دول العالم. وعرض السيد الوزير أيضاً تطور العمل الدعوي وجهود تكثيف الأنشطة الدعوية وتنوع وسائلها، مما أدى إلى استعادة المساجد لدورها الحيوي في التثقيف الديني الوسطي المستنير، حيث تعددت الأنشطة ما بين برامج تثقيفية للأطفال وبرامج توعوية للشباب والسيدات ودروس علمية ومنهجية ومجالس إفتاء ومراكز للثقافة الإسلامية وأعداد محافظي القرآن الكريم، فضلاً عن إقامة المقارئ القرآنية للأئمة وكبار القراء. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الأوقاف عرض كذلك جهود الوزارة في التأليف والترجمة والنشر وتيسير العلوم، مبرزاً بعض النماذج منها، وآخرها الإصدارات الناتجة عن المؤتمر السنوي الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عقد تحت عنوان الاجتهاد ضرورة العصر. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ التي تم التوافق عليها والتي تمثلت في الإقرار للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار. جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. أكد مدبولي أن المقررات الختامية للمؤتمر جاءت لتؤكد على نجاح مصر ليس فقط على المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بمؤتمر المناخ، وإنما أيضا على مستوى قيادة العمل الدولي الجماعي في مجال المناخ، هو ما يضاف إلى سلسلة النجاحات الدبلوماسية لمصر. خلال الاجتماع أيضا أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدت خلال الأيام الماضية مع عدد من الوزراء، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية، وذلك بهدف الوقوف على تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري، وكذلك البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والشركة المصرية للاتصالات بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال مقر الشركة. عقب التوقيع قال مدبولي إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، والخاصة بأهمية التوسع في إقامة المزيد من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. وقع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مذكرة تفاهم مع نظيره اليوناني في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية اليونان. بحث الوزيران عددا من الموضوعات المشتركة والتعاون العسكري، فضلا عن نقل وتبادل الخبرات بحضور رئيسي أركان حرب القوات المسلحة المصرية واليونانية وعدد من قادة القوات المسلحة للبلدين. في إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين حكومتي مصر واليونان، قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد نيكولاوس بنايوتوبلوس وزير الدفاع اليوناني بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري بين الجانبين المصري واليوناني، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني السيد نيكوس دينديياس. ونصت مذكرة التفاهم على تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين بما يحقق التكامل في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية في مختلف المجالات العسكرية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة
على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين. من جانبه أعرب وزير الدفاع اليوناني عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، متمنيا أن تشهد المرحلة القادمة دعم أفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكلا البلدين. عقب ذلك عقد لقاء بين الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة مع نظيره اليوناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار تدعيم مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واليونانية. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول كونستانينيوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها. تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. تتصدى أجهزة وزارة الداخلية بكل حسم للجرائم التموينية بشتى صورها، والتي يأتي في مقدمتها جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها. في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط 66 طن سلع غذائية متنوعة بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. ونجحت في ضبط أكثر من 76 طن سلع غذائية قام بتخزينها مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية ومسؤول مخزن بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 53 طن دقيق أبيض بحوزة مالكي ومسؤول ثلاثة مخابز بالقاهرة والجيزة غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 13 طن فول وعدس قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء. ونجحت في ضبط 25 طن أرز شعير بحوزة مالك مضرب أرز بدون ترخيص بدمياط محظور تداولها قام بحجبها عن التوريد للإتجار بها في السوق السوداء. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 30 طن أعلاف حيوانية تم تخزينها لبيعها بأزيد من السعر المعلن بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية ومالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية. وضبط 11 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بكفر الشيخ بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء. وضبط 60 طن أسمنت قام مالك ومسؤول عن مخزن ومستودع لتجارة مواد البناء بقنا والمنوفية بتجميعها لبيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 34 طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على صحة المواطنين حال طرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة مسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالشرقية. ونجحت في ضبط قرابة 19 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات أمنية شنتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة والجيزة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 80 طن أعلاف حيوانية ومستلزمات إنتاجها منتهية الصلاحية بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية.
واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 594 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 824 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 45 طنا. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 614 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 165 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 918 قضية من بينها 207 قضايا خبز ناقص الوزن و207 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. وصل مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلساته التمهيدية لاختيار الشخصيات التي ستشارك في الجلسات النقاشية استعدادا لانطلاق الجلسات بشكل رسمي. جاءت أعمال الجلسة 13 لمجلس أمناء الحوار الوطني من أجل الانتهاء من أعمال لجان المحورين الاقتصادي والاجتماعي. أشاد المجلس خلال الجلسة بقمة المناخ والتي انطلقت بشرم الشيخ والبناء عليها في جلسات الحوار الوطني. كما أشار مجلس الأمناء أيضا إلى ترتيب الأولويات الخاصة بالقضايا التي تمس المواطنين بالجلسات الإجرائية، مؤكدا على التوافق بين جميع الأطراف لطرح جميع الحلول من أجل مصلحة المواطن. قطعنا في مجلس الأمناء اليوم في الجلسة رقم 13 شوطا كبيرا جدا في القضايا والملفات محل النقاش داخل الحوار الوطني. النهاردة في الحقيقة استهل مجلس الأمناء وكان حريص جدا على تقديم الإشادة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القائمين على تنظيم وإدارة قمة المناخ التي حققت نجاحا كبيرا على المستويين المحلي والمستوى العالمي أيضا، وأنه قمة المناخ تركت بصمة واضحة لدى الجميع. كان مجلس الأمناء حريصا على تأكيد هذه الإشادة. جلسة النهاردة كانت جلسة مهمة للغاية، بدأت بإشادة من غالبية الحاضرين بما حدث في مؤتمر المناخ. غالبية أعضاء مجلس الأمناء الحوار الوطني كانوا موجودين في شرم الشيخ. الجميع أشاد بمستوى التنظيم الطيب والمذهل اللي بيكشف أن مصر قادرة طول الوقت على أن هي تستطيع تنظيم مثل هذه الأحداث الكبرى، وده كان يعني محل إجماع تقريبا وشيء يدعو. وبالمناسبة ده كلام مش كلام ناس قريبين من حكومة وناس مختلفين، لا، هذا الأمر كان محل إشادة من جميع الحاضرين في مجلس أمناء الحوار الوطني النهاردة. وبالتالي ده بيدي حاجة مهمة جدا، وهي أن حينما ننجح في عمل شيء فإنه بيحوز رضا وإعجاب عدد كبير جدا من اللي موجودين. ومن الأكاديمية الوطنية للتدريب ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. إليك رامي. تحياتي لكم ولكل متابعينا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر مع انطلاق أعمال الجلسة 13 لمجلس أمناء الحوار الوطني، والذي انطلقت هذه الأعمال مع الساعة الواحدة ظهرا اليوم. هذه الأعمال التي من خلال النقاشات العديدة والكثيرة للوقوف على أعمال لجان المحورين الاجتماعي والاقتصادي. ومن ثم بدأت جلسة اليوم بالحديث حول مؤتمر المناخ، قمة المناخ، وضرورة الإشادة بها وما تم وما أنجزته مصر أمام العالم، وأيضا البناء على ما تم في هذه القمة. أيضا كانت هناك من ضمن
ضمن الملفات التي طرحت خلال هذه الجلسة هو ترتيب الأولويات الخاصة باللجان ووضع القضايا الأولى في مصلحة المواطن المصري، وأيضا تم الاتفاق الواسع من جميع الحضور وجميع الأطراف الخاصة بمجلس أمناء الحوار الوطني حول الكثير من الأسماء والمقررين، ومن ثم انطلاق الجلسات الرسمية بعد انتهاء هذه الجلسات الإجرائية من مجلس أمناء الحوار الوطني. وكانت من قبل خلال الجلسات السابقة تم الاتفاق على المقررين والمقررين المساعدين للجان الخاصة بالمحور السياسي، وبانتظار خروج والانتهاء من هذه الجلسات الإجرائية لانطلاق الفعاليات بشكل رسمي الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني الذي ينعقد الآن وخلال هذه الجلسة 13 للانتهاء من أعمال لجان المحورين المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي. عودة إليكم مرة أخرى. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده قد وافقت على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا. تتضمن المساعدات أسلحة وذخائر ومعدات للدفاع الجوي بقيمة 400 مليون دولار. وأضاف بلينكن أن ذخيرة المدفعية والأسلحة دقيقة التصويب وصواريخ الدفاع الجوي والمركبات التكتيكية التي قدموها ستخدم أوكرانيا بشكل أفضل في ساحة المعركة. رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن مخزون روسيا من الطائرات المسيرة سينفد في وقت قريب. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية لم تنفذ أي من الهجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا منذ 17 من نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنها ستسعى للحصول على المزيد من الإمدادات، مشيرة إلى أن الهجمات الروسية تمزج بين استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة التقليدية التي يمكن إعادة استخدامها. كشفت شركة روزاتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن رئيسي الكيانين ناقشا الوضع في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا. اتفق الجانبان على مواصلة التعاون والحوار بشأن زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وقد تسبب تجدد القصف في مطلع الأسبوع الذي تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن المسؤولية عنه في إثارة المخاوف من جديد من احتمال وقوع كارثة نووية في الموقع. أكد المتحدث باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا الأوكرانية سيرهي براتشوك أكد أن الجيش الأوكراني دمر 3 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الروسية في منطقة كاخوفكا بإقليم خيرسون الجنوبي. قال براتشوك إن القوات الروسية قد عانت من خسائر عديدة على مدار الساعة الماضية، موضحا أن القوات الأوكرانية قتلت منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي ما يقرب من 85,000 جندي روسي بمن فيهم 400 فرد روسي خلال 24 ساعة الماضية. أصدرت السلطات الأوكرانية تحذيرا من وقوع غارات جوية في جميع أنحاء البلاد. أفادت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء بوقوع انفجارات في عدة مناطق في الجنوب والجنوب الشرقي من أوكرانيا.
أعلن نائب رئيس وزراء مولدافيا أندري سبينو أن بلاده تشهد انقطاعاً للتيار الكهربائي وذلك على نطاق واسع. أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هذا الانقطاع يأتي نتيجة القصف الروسي لنظام الطاقة الأوكرانية. هذا وتواجه مولدافيا الأساس مشكلات كبيرة في الطاقة لأسباب مرتبطة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. حثت الحكومة الأوكرانية مواطنيها على ترشيد استخدام الطاقة. وقالت السلطات الأوكرانية إن ملايين الأوكرانيين بما يشمل سكان العاصمة كييف قد يواجهون انقطاعات في الكهرباء حتى نهاية شهر مارس المقبل على الأقل بسبب الهجمات الصاروخية التي أحدثت أضرارا هائلة. شتاء صعب يلوح في أفق أوكرانيا جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ نهاية فبراير الماضي، حيث حثت الحكومة الأوكرانية مواطنيها على ترشيد استخدام الطاقة وسط هجمات لا هوادة فيها قلصت قدرة شبكة الكهرباء في البلاد إلى النصف. وفي الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من كارثة إنسانية في أوكرانيا هذا الشتاء، قالت السلطات الأوكرانية إن الملايين بما يشمل سكان العاصمة كييف قد يواجهون انقطاعات في الكهرباء حتى نهاية شهر مارس المقبل على الأقل بسبب الهجمات الصاروخية التي أحدثت أضراراً هائلة وفقاً لما ذكرته شركة الطاقة الأوكرانية. وشهدت أوكرانيا اعتدالاً في درجات الحرارة على غير المعتاد هذا الخريف، لكن الحرارة بدأت في الانخفاض إلى ما دون الصفر، ومن المتوقع أن تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق خلال أشهر الشتاء. وفي وقت يسارع فيه العمال لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، قالت منظمة الصحة العالمية إن مئات المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية في أوكرانيا تفتقر إلى الوقود والماء والكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد. وقال هانز كلوغ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في بيان بعد زيارة أوكرانيا إن منظومة الصحة في أوكرانيا تواجه أحلك أيامها في الحرب حتى الآن، فبعد تعرضها لأكثر من 700 هجوم أصبحت الآن ضحية لأزمة الطاقة. ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن من المرجح ألا يشير ذلك بتحول كبير في ظروف سوق العمل. وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة زادت 17,000 لتبلغ 240,000 طلب خلال الأسبوع المنتهي في 19 من نوفمبر. كشف معهد البترول الأمريكي عن أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد تراجعت خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. تراجعت مخزونات الخام بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 450 ألف برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير وذلك بنحو 1.1 مليون برميل. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتراجع النمو العالمي من 3.1% هذا العام إلى 2.2% العام المقبل. وأفاد تقرير المنظمة أن زخم النمو تراجع بينما ظل التضخم ثابتا في وقت تراجعت فيه الثقة وازدادت فيه الضبابية في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية. تشديد السياسات النقدية ومزيد من الدعم الحكومي،
خطوات طالبت بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدماً في وقت يتراجع فيه النمو العالمي بسبب ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود. مطالبات تأتي في وقت تتوقع فيه المنظمة الواقعة في باريس أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.1% هذا العام، ما يوازي نصف تلك النسبة العام الماضي. ومن المرجح أن يستمر التراجع العام القادم مع انخفاض النمو العالمي إلى 2.2% قبل أن ينتعش قليلاً إلى 2.7% عام 2024. التوقعات الأخيرة للمنظمة أشارت إلى أنه في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية فقد تراجع زخم النمو، بينما التضخم ثابت في وقت تراجعت فيه الثقة وازدادت الضبابية. وكان التضخم يرتفع قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية نتيجة الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية بعدما رفعت الدول تدابير الإغلاق المرتبطة بكورونا، لكن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعت أن يصل التضخم إلى 8% في الفصل الرابع من هذا العام في دول مجموعة الـ20، ليتراجع إلى 5.5% في عام 2023 و2024. المنظمة الاقتصادية شددت على أن أولويتها تتمثل في مكافحة التضخم في وقت يؤدي فيه الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان حول العالم. وأوصت المنظمة بتشديد السياسات النقدية في البلدان حيث بقيت الأسعار مرتفعة، مع تقديم دعم موجه للعائلات والشركات لتجنب تفاقم الضغوط التضخمية. ودعت المنظمة التي تضم 38 عضواً إلى تسريع الاستثمارات نحو تبني وتطوير مصادر وتكنولوجيا الطاقة النظيفة للمساهمة في تنويع الإمدادات. نشرة التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مصر تتابع بقلق شديد آثار الاعتداءات على سوريا والعراق وتطالب بخفض التصعيد حقنا للدماء. أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تتابع بقلق شديد ما تشهده الدولتان العربيتان الشقيقتان العراق وسوريا على مدار الأيام الماضية من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها. وأكد المتحدث باسم الخارجية أن مصر وهي تتابع التطورات باهتمام بالغ على مدار الساعة تطالب بخفض التصعيد حقنا للدماء ولتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توجه حكومته لإقامة شراكات حقيقية مع الكويت بما ينعكس بوضوح على مصالح الشعبين العراقي والكويتي. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء العراقي مع نظيره الكويتي خلال زيارته الحالية للعاصمة الكويت. وأشار السوداني إلى أن هذه الزيارة لها دلالات تعبر عن الخصوصية التي تحظى بها الكويت لدى العراق وتعكس العمق التاريخي في العلاقات بين البلدين الجارين. وقد شهدت هذه الجلسة التباحث وتبادل وجهات النظر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. أعلنت الحكومة الصومالية أن 49 عنصراً من تنظيم حركة الشباب في عملية عسكرية في منطقة تشبيل السفلى. يأتي ذلك في أحدث تطور لحملة مستمرة منذ شهور تستهدف انتزاع السيطرة على أراض تهيمن عليها الجماعات الإرهابية منذ فترة طويلة. وقالت وزارة الإعلام الصومالية إن القوات الخاصة بالتعاون مع وكالة الاستخبارات وشركاء أمن دوليين دمرت عددا من الآليات العسكرية ومخزنا للأسلحة في قرية في منطقة تشبيل السفلى. وكان تنظيم حركة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابية أعلنت عن مسؤوليتها بتفجير سيارتين ملغومتين أودى بحياة 120 شخصا على الأقل في العاصمة مقديشو في أكتوبر الماضي.
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان موقف القوات المسلحة السودانية الثابت بالوقوف مع تطلعات الشعب منذ إبريل 2019، مشددا على ألا تراجع عن ذلك الموقف. جاء ذلك خلال اجتماع البرهان مع كبار القادة بالقوات المسلحة ورؤساء الدوائر بقوات الدعم السريع. وجدد رئيس مجلس السيادة السوداني تعهدات القيادة العسكرية بالانسحاب من المشهد السياسي حال توافق القوى السياسية لتتفرغ القوات المسلحة والدعم السريع للاستمرار في إعادة ترتيب صفوفها. شدد البرهان على ألا تفريط في وحدة المؤسسات العسكرية بما فيها قوات الدعم السريع. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية المنسوبة لوزارة القوى العاملة التي تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر. وأكد المركز الإعلامي أن تلك الإعلانات وكذلك المواقع الإلكترونية المتداولة وهمية ومزيفة ولا علاقة لها بوزارة القوى العاملة، مشددا على أن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة. وناشد المركز الإعلامي الجميع بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر المعلومات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإعلانات الوهمية. انطلقت الليلة أولى سلسلة الحفلات التي استحدثتها دار الأوبرا المصرية لأعمال مؤلفي الموسيقى التصويرية والدرامية في أعمال الموسيقار خالد حماد، وذلك على المسرح الكبير. يتضمن البرنامج نخبة من مؤلفات حماد البارزة والتي تم توظيفها في أعمال درامية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، هل لك أن تصف لنا المشهد والأجواء عندك؟ ريهام ونهى، تحية لكم بالفعل. أحييكم من دار الأوبرا المصرية من المسرح الكبير، حيث انطلاق أولى الحفلات للموسيقى التصويرية مؤلفي الموسيقى التصويرية التي انطلقت اليوم في دار الأوبرا المصرية. هذا الحفل الذي يقام للمؤلف الموسيقي والفنان خالد حماد بمصاحبة المطربتين مروة ناجي وريهام عبد الحكيم ومايسترو أيضا ناير ناجي. نتحدث عن إقبال كبير جدا من الجمهور الذي جاء خصيصا إلى دار الأوبرا المصرية لمشاهدة هذا الحفل الرائع. نتحدث أيضا عن نفاذ التذاكر هذا الحفل منذ انطلاقه في خلال أو في غضون يومين فقط. نتحدث عن إقبال كبير جدا من الجمهور المتعطش لهذا النوع من الموسيقى الجميلة التي ارتبط بها الجمهور بذكريات جميلة جدا. الموسيقى التصويرية هي ركن أساسي من أي عمل فني، وبالتالي هي مرتبطة في أذهان الجميع. في البداية دعيني أتحدث عن هذا الحفل الذي بدأ في تمام 8 مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. منذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها الفنان خالد حماد، الجمهور دخل في نوبة من التصفيق الحاد التي عبر فيه عن تعطشه لهذا النوع من الموسيقى التصويرية الجميلة. وبالفعل بدأ الفنان خالد حماد بعزف مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية والتي تعبر أيضا عن أعماله الموسيقية والموسيقى التصويرية في عدد من الأعمال السينمائية والفنية وأيضا المسلسلات الدرامية. فبالتالي دار الأوبرا المصرية أعلنت عن عدد من الحفلات، بدأت الليلة بحفل خالد حماد، وتنطلق أيضا حفلات أخرى لمجموعة من مؤلفي الموسيقى التصويرية في الأيام المقبلة سوف تعلن عنها دار الأوبرا المصرية في وقت لاحق. نحن الآن في استراحة قصيرة يستكمل بعدها الفنان خالد حماد موسيقى التصويرية وسط أقبال كبير من الجمهور. إليكم زملائي في الاستوديو مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك.
إلى حياة كريمة، حيث نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية شاملة في قرية البندرة بمحافظة الغربية. شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وبالمجان لنحو 2271 حالة وزراعة 50 شجرة. أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا أن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار حرص الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاج للمواطنين، واستمرارا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية وتوفير مزيد من الخدمات الطبية للأسر الأكثر احتياجا. نظمت مؤسسة حياة كريمة حوارا مجتمعيا ومؤتمرا جماهيريا حاشدا لأهالي قرى وعزب وتوابع قرية أولاد سيف التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية. وقد دار حوار مجتمعي مكثف للاستماع لآراء الأهالي ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بهذه القرى في جميع القطاعات. أكد محافظ المنيا أسامة القاضي على انتظام العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة. أوضح القاضي خلال اجتماع للمجلس التنفيذي للمحافظة أن المتابعة الميدانية على أرض الواقع والاجتماعات الأسبوعية أتت بثمارها وجعلت تلك المشروعات واقعا ملموسا من خلال تذليل كافة المعوقات وبتوفير جميع الأراضي للمشاريع المستهدفة، حيث قاربت جميع مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية قاربت على الانتهاء إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز عالية في باقي المشاريع. في الوقت ذاته وجه محافظ المنيا برفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء وبمراجعة جاهزية المعدات ومتابعة مخرات السيول. نظمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة دمياط ندوة تثقيفية لطلبة كلية التجارة جامعة دمياط. خصصت هذه الندوة لعرض إنجازات مشروعات حياة كريمة في مركز السعد، وتهدف الندوات لنشر الفكر التطوعي نظريا وفكريا للشباب من خلال المحاضرات النظرية ولنشر الفكر العملي الميداني لمؤسسة حياة كريمة، والتي يتم من خلالها رصد مشروعات حياة كريمة من منشآت والأعمال الخاصة بالبنية التحتية لتحفيز الشباب على العمل التطوعي، والتي تشمل محاضرات داخل الجامعات لشرح أهداف وإنجازات مؤسسة حياة كريمة. احنا في ندوة لتعزيز جهود العمل التطوعي في لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذه المبادرة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية في 2 يناير 2019 بتقوم علشان تحاول، أو هذه المبادرة بتقوم على الإنسان المصري والاهتمام بالإنسان المصري من خلال زيادة إمكانياته وكفاءاته وقدراته والاهتمام بالخدمات اللي بيحصل عليها. النهاردة بنحتفل مع بعض في استقبال حياة كريمة ومبادرة حياة كريمة في كلية التجارة بجامعة دمياط. والحقيقة المبادرة دي من الأشياء المهمة جدا. مبادرة حياة كريمة تستهدف الإنسان المصري. مبادرة حياة كريمة واحدة من المشروعات الهامة على مستوى أفريقيا ومستوى العالم بشهادة الأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. شايف إن حياة كريمة بتستهدف التنمية المستدامة وتستهدف التنمية الشاملة، بتستهدف رفع مستوى معيشة الإنسان المصري، بتستهدف توفير سكن كريم، تستهدف توفير البنية الأساسية لفئات كبيرة من الشعب المصري. مبادرة حياة كريمة أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019 استهدفت حوالي 58% من الشعب المصري. احنا النهاردة في جامعة دمياط بنعمل سلسلة من سلسلة ندوات اللي احنا بنعملها في كليات الجامعة كلها. النهاردة في كلية التجارة، وزي ما احنا عارفين المدرج ورايا كان مليان، كنا بنتكلم عن أهمية العمل الأهلي والتطوعي وإزاي إن حياة كريمة نقلت المواطن المصري من الفقر والجوع وعدم وجود بنية تحتية إلى اللي احنا شايفينه الوقتي. وإحنا جايين نوعي الطلاب بإن الحياة كريمة بتعمل إيه وأهدافها إيه
وازاي غيرت المجتمع والمواطن، وازاي ان احنا قدرنا ان احنا نعمل ان احنا 60% من المواطنين بلد بدل ما كانوا ما عندهمش لا بنيه تحتيه ولا عندهم اي صرف صحي ولا تعليم ولا صحه، قدرنا ان احنا نبني لهم المنشات ونبني لهم كل حاجه هم محتاجينها. النهارده اتبسطت جدا ان انا حضرت ندوه عن حياه كريمه، وعرفت اهم حاجه عرفتها ان في رابط ما بين حياه كريمه وما بين مؤتمر المناخ العالمي كوب 27. من اهم الحاجات اللي عرفتها ان هما الاثنين بيهتموا باهداف التنميه المستدامه زي التعليم الجيد والمياه الجيده والبنيه التحتيه الممتازه، وعرفت اهم المشاريع اللي شاركت فيها حياه كريمه بالانجازات بالاخص اللي عملتها في مدينه دمياط الجديده. حضرت الندوه النهارده عشان كنت حابب اشارك في اعمال تطوعيه، واستفدت كتير جدا النهارده، وان شاء الله مليت الاستماره، وان شاء الله هقدم في التعامل التطوعي في الاعمال الجايه ان شاء الله، واكون موجود يعني ومشارك لان استفدت كتير منها النهارده وبتساعد العمل في التطوع وكده. النهارده كان في ندوه عن حياه كريمه ومبادره حياه كريمه غنيه عن التعريف، عرفنا فيها اكتر عن الانجازات اللي حصلت في كل الكره واللي موجوده كتير جدا حوالينا، شفنا ازاي البنيه التحتيه اتغيرت، كمان ان ظهر حاجات كتيره في الطرق والاساسات، واعتقد ان انا حابه ان انا اتطوع في حاجه زي كده لان انا يزيدني شرف ان انا اكون عضو او متطوعه في مبادره حياه كريمه. موعدنا الان مع اخبار الاقتصاد، نتابعها مع شروق عماد. اليك شروق. شكرا نهى، شكرا، اهلا بحضراتكم وجوله اقتصاديه جديده. أهلا بحضراتكم مجددا. أوصى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل دور العناقيد الصناعية المتخصصة في صناعة وإنتاج الأجهزة الذكية، وذلك من خلال صياغة برنامج مصري لتصنيع الإلكترونيات طويل الأمد. جاء ذلك في الورقة البحثية التي نشرها المركز ضمن سلسلة شبابنا يدعم قرارنا. تهدف الورقة البحثية إلى صياغة برنامج عمل لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر من خلال تفعيل دور العناقيد الصناعية خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2035، وذلك في ضوء التجارب الدولية الرائدة. وتعد الورقة البحثية نتاج رؤى وأفكار خلاقة من شباب الباحثين لدعم متخذ القرار، وتعمل على تشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة لعدد من القضايا ذات الأولوية في المجالات كافة. وإلى سوق المال، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية خلال جلسة المزاد، فيما ارتفع مؤشر إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100 وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 8033 مليار و645 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 16,620 نقطة، وأغلق عند 12,600 نقطة، متراجعا بنسبة 18%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند 2,406 نقاط، وأغلق عند 2,411 نقطة، مرتفعا بنسبة 21%. أيضا عن مؤشر إي جي إكس 100، فقد فتح عند مستوى 3,503 نقاط، وأغلق عند 3,517 نقطة، مرتفعا بنسبة 4%. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و50 قرشا للشراء و24 جنيها و57 قرشا للبيع. أما عن اليورو، فقد سجل للشراء 25 جنيها و28 قرشا للشراء و25 جنيها و37 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني، فقد وصل سعر الشراء 29 جنيها و22 قرشا للبيع. أما
البيع فقد وصل إلى 29 جنيها و32 قرشا. أما عن العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و67 قرشا للشراء و6 جنيهات و69 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي فقد سجل 6 جنيهات و51 قرشا للشراء و6 جنيهات و53 قرشا للبيع. وتوقع مسؤولون أمريكيون أن تعلن مجموعة الدول السبع قريبا عن سقف أسعار صادرات النفط الروسية. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى وجود اتجاه داخل مجموعة السبع لتعديل المستوى بضع مرات في السنة وليس شهريا. في السياق أفاد مسؤول أوروبي أن المجموعة تبحث سقف سعر الخام الروسية عند 65 إلى 70 دولارا للبرميل. هذا ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في تطبيق سقف أسعار الصادرات المنقولة بحرا من النفط الروسي في 5 ديسمبر المقبل في إطار العقوبات التي تفرض على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وتهدف الخطوة لتقليل عائدة النفط لمنع استخدامها في تمويل العمليات العسكرية الروسية مع الحفاظ على تدفق الخام إلى الأسواق العالمية ومنع ارتفاع الأسعار. كما أنه من المقرر في هذا الإطار أن يبدأ تطبيق الحد الأقصى لصادرات المنتجات النفطية الروسية في 5 فبراير المقبل. في أسواق المال الخليجية سجلت معظم أسواق الأسهم أداء متباينا عند الإغلاق وسط تقلبات في سعر النفط، بينما أنهى المؤشر القطري سلسلة خسائر استمرت 7 جلسات. وارتفع المؤشر القطري 0.6%، وفي أبو ظبي تقدم المؤشر 1.3%، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.1%. انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى إرهام الديب ونهى توفيق. إليكم شكرا شروق. أكد الاتحاد الأوروبي تأييده لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الدول التي تعاني من الجفاف الشديد أو التصحر لا سيما في أفريقيا. ذكر البيان الأوروبي أن الاتحاد والدول الأعضاء في تنضم إلى توافق الآراء بشأن قرار اتفاقية مكافحة التصحر، مؤكدا التزام التكتل بالجهود العالمية لمكافحة التصحر واستعادة الأراضي والتربة المتدهورة والسعي لتحقيق عالم خال من تدهور الأراضي، وذلك بحلول عام 2030. أعرب الاتحاد أيضا عن أمله في رؤية نتيجة أكثر توازنا، مؤكدا اقتناعه بإمكانية إيجاد أرضية مشتركة من خلال مفاوضات بناءة أكثر. والآن نتحول إلى أهم أنباء الرياضة في نشاط التاسعة. شروق عماد تستعرض لنا أخبار الرياضة، أهلا بك. شكرا تفضل. ريهام، شكرا نهى، أهلا بحضراتكم من جديد وجولة رياضية جديدة. اكتسح منتخب إسبانيا نظيره منتخب كوستاريكا 7 أهداف دون رد، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. يعد هذا أكبر انتصارا لمنتخب إسبانيا في تاريخ مشاركته بطولة كأس العالم، عندما كان الفوز الأكبر الماتادور على منتخب الغرية بنتيجة 6-1 في مونديال 1998. اقتنص المنتخب المغربي نقطة غالية بعد تعادله السلبي أمام نظيره الكرواتي وصيف بطل العالم 2018 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب استاد البيت ضمن منافسات الجولة الأولى
في المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم. أعرب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن أسفه على عدم استغلال الفرص التهديفية أمام المنتخب الكرواتي في بداية مشوارها ببطولة كأس العالم. من جانبه قال لوكا مورديتش قائد منتخب كرواتيا إن منتخب بلاده كان يستحق الفوز على المنتخب المغربي، مضيفا أن كرواتيا كانت تستحق أكثر من التعادل السلبي. حقق المنتخب الياباني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وتقدم المنتخب الألماني في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني تعادل المنتخب الياباني في الدقيقة 75 قبل أن يحقق هدف الفوز في الدقيقة 83. هذا وقد احتفلت جماهير المنتخب الياباني في طوكيو بفوزهم المفاجئ على ألمانيا في كأس العالم، وأعربت الجماهير عن سعادتهم بعد أن نجح فريقهم في تحقيق إحدى أعظم الصدمات في كأس العالم بالفوز على ألمانيا حاملة اللقب 4 مرات. تتواصل غدا مواجهة الجولة الأولى من دوري المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، وفي مباراة الغد يلتقي المنتخب السويسري مع نظيره الكاميروني، بينما يواجه منتخب أوروغواي نظيره الكوري الجنوبي، وتلتقي البرتغال مع غانا، في حين تواجه البرازيل منتخب صربيا. وللمزيد ينضم إلينا من مدينة اللؤلؤ القطرية مراسل التلفزيون المصري محمود شاكر. محمود، بعد التحية أطلعنا على الأجواء عندك، خاصة مع فوز اليابان على ألمانيا بهدفين لهدف وتعادل المغرب مع كرواتيا وأيضا فوز إسبانيا على كوستاريكا ب7 أهداف للأشياء. يا شروق، تحياتي لجميع مشاهدي القناه الاولى والفضائيه المصريه والتلفزيون المصري في كل مكان، من هنا من العاصمه القطريه الدوحه، تحديدا من مدينه اللؤلؤه احدى اجمل المدن اللي موجوده في العاصمه القطريه الدوحه. ويوم النهارده كان حافل جدا جدا للمنتخب المغربي اللي بيكمل سلسله النتائج الجيده جدا جدا للمنتخبات العربيه، طبعا بعد ما شفنا امبارح السعوديه بتكسب اداء ولا اروع ولا اجمل مع المنتخب الارجنتيني، وتعادل تونس مع المنتخب الدنماركي القوي. النهارده المنتخب المغربي بيعمل مباراه قويه جدا جدا وبيتعادل مع المنتخب الكرواتي، وصيف كاس العالم 2018 كاس العالم اللي فاتت المنتخب المغربي كان قريب من الفوز واضاع فرص كثيره جدا، والمباراه كانت سجال ما بين الفريقين طبعا مع الفارق الكبير ما بين الفريقين تاريخيا وبدنيا وفنيا، لكن المنتخب المغربي النهارده قدر ان هو ياخد نقطه ثمينه جدا جدا من المنتخب الكرواتي. وعاوز اتكلم في حاجه شويه، اقول لك ان فعلا نعم. المنتخبات العربيه هنا بفعلا كانها بتلعب في ارضها، ودي ميزه كبيره جدا لجميع المنتخبات. احنا عندنا 4 منتخبات عربيه، المنتخب القطري فقط، وده كان غريب شويه ان هو صاحب الارض والجمهور حقق نتيجه سلبيه في اول مباراه، ولكن باقي المباريات طبعا شفنا النتائج الجميله جدا للمنتخبات العربيه. عاوز بقى انقل لك المفاجاه الكبيره النهارده، وهي هزيمه المنتخب الالماني من المنتخب الياباني بنتيجة 2-1 في آخر الدقائق، النتيجة كانت كبيرة جدا جدا وفاجأت العالم كله، وبواضح جدا إن المونديال ده هيبقى مونديال المفاجآت. المنتخب الياباني اللي كان داخل البطولة وناس كتيرة كانت تعتقد إن هو كوستاريكا هتتذهل بالمجموعة بسهولة جدا، ولكن واضح إن مشوار إسبانيا وألمانيا في المجموعة مش هيكون سهل. المنتخب الياباني أدى مباراة قوية جدا جدا أمام المنتخب الألماني وقدر يكسب المنتخب الألماني اللي عنده مشاكل كتيرة جدا مع هانز فليك، برغم إن هانز فليك واحد من أفضل المدربين الموجودين الألمان وشفنا نتائجه الكويسة جدا مع بايرن ميونخ، ولكن مع المنتخب الألماني عنده مشاكل كتيرة جدا طبعا، وده بسبب إن ألمانيا ما عندهاش الفرود الصريح أو الرأس الحربة اللي يقدر يخلص. نفس الكلام برضو الاثنين المساكين الورا أو الاثنين سنتر باك مش بيقدموا أفضل مستوى ليهم بعد عدم انضمام هوملز، واحد من أفضل المدافعين التاريخيين للمنتخب الألماني. ولكن عاوز أخش بقى على المنتخب الأسباني والنتيجة الكبيرة جدا جدا 7-0 بيغلب المنتخب الكوستاريكي اللي واضح فعلا ان هو هيكون حصاله المجموعه. المنتخب الاسباني باداء قوي جدا جدا من لويس انريكي المدرب الكبير في اسبانيا ومدرب التاريخي لبرشلونه،
رغم الانتقادات اللي كانت موجوده جدا كبيره قوي على المنتخب الاسباني خصوصا لويس انريكي قبل فتره الاعداد وقبل دخول المونديال بسبب عدم انضمام لعيبه كتيره قويه زي تياجو الكانتارا في نص الملعب وزي طبعا سيرجي راموس المدافع التاريخي للمنتخب الاسباني، ولكن النهارده اسبانيا بتقول ان هي جايه وممكن تروح بعيد في كاس العالم باداء جميل جدا. في اول 30 دقيقه قدروا يحرزوا 3 اهداف والمباراه وصلت لسبع اهداف في 90 دقيقه، فاعتقد ان المنتخب الاسباني ممكن يروح بعيد في هذه البطوله. ولكن عاوز اقول لك الاجواء هنا في مدينه الولوة اكتر من رائعه، هي من اجمل الاماكن والمدن اللي موجوده في الدوحه، فعاليات كتيره جدا جدا جدا، ما عرفناش بس ندخل نصور جوه من كتر الزحمه والدوشه، ولكن عروض واستعراضات وكل جماهير معظم الجماهير الاوروبيه بتهرب شويه من الزحمه اللي بتبقى موجوده في وسط البلد. نعم محمود، يعني شكرا لك محمود شاكر من قطر ومن الاجواء الحماسيه، مراسل التلفزيون المصري. بدأت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إجراء تأييد حق الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، جاء ذلك بسبب هتافات المشجعين المكسيكيين أثناء المباراة الأولى أمام بولندا للمونديال ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة. وتعادل منتخب المكسيك سلبيا في الجولة الأولى مع بولندا بفضل تصدي الحارس أتشوا لركلة جزاء، وتعد هذه العملية هي الثانية التي تنفذها لجنة الانضباط بعد إجراء مماثل ضد الإكوادور لنفس السبب أثناء مباراة الافتتاح أمام المنتخب القطري. تغلب فريق بيراميدز بنتيجة هدفين نظيفين على منافسة البنك الأهلي في الأسبوع الرابع من منافسة الدوري الممتاز لكرة القدم. أحرز هدفي بيراميدز مصطفى فتحي ومحمود صابر ليرفع بيراميدز رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 5 نقاط من 4 مباريات. خطف فريق الإسماعيلي نقطة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم بعدما تعادل مع فاركو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة. بهذه النتيجة يصل فاركو إلى النقطة 5 في المركز 6، بينما حقق الإسماعيلي أول نقطة في الدوري هذا الموسم في المركز 17 بعدما تلقى 3 هزائم في الجولة أو الجولات 3 الماضية. وفي مباراة أخرى نجح فريق فيوتشر في الفوز على نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف، ويستمر أسوان في المركز الأخير بدون رصيد بعد الخسارة في 4 مباريات، بينما قفز فريق فيوتشر إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط من 3 مباريات. انتهت جولتنا الرياضية وعودة من جديد إلى ريهام الديب ونهى توفيق، إليكما. شكرا جزيلا لك شروق. يتزايد الإقبال يوما بعد يوم على مستشفى جديد من نوعه تأسس في 2008 لعلاج الصقور بالدوحة. المستشفى يقدم مجموعة واسعة من الخدمات لهواة رياضة الصقارة إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية لتلك الطيور النادرة، كما يقوم المستشفى باستخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر للصقور لكي يتسنى لأصحابها التنقل والسفر بها. ونتحول الآن إلى توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية. الأحوال الجوية مع شروق، نتابع معك، تفضل. شكرا نهى، شكرا ريهام. مرة أخيرة مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. فيما يلي بيان أو يسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 23، الصغرى 17، الإسكندرية 22 16، مطروح 23 13، بورسعيد 24 19، الإسماعيلية 24 14، السويس 25 16، العريش 24 17، طابا 24 15، شرم الشيخ 26 21، الغردقة 27 20، الأقصر 24 16، أسوان 27 17، الوادي الجديد 26 15، شلاتين 28 24، حلايب 25 21. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة لهذا اليوم. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة حسن إدارة أصول ومال الوقف ويوجه بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة وإشادة بمخرجات مؤتمر المناخ. واشنطن تقر تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وبريطانيا تتوقع نفاذ مخزون روسيا من الطائرات المسيرة قريباً.
نهاية نشرتنا، لكن هواء التاسعة ممتد مع حضراتكم بالتحليل والمناقشات مع الإعلامي يوسف الحسيني. أهلا بك يوسف. ازيك يا نوح؟ ازيك يا ريهام؟ عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. اشكركم جدا. ربنا يوفقك. شكرا يا ريهام، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.